يعني خافي منه، ما حدا فينا أكثر شيء. قذيفة. بتذكر سوريا قبل الحرب كانت يعني كتير حلوة، وكتير حلوة وكتير دايرة كلها تزرعين شجر زيتون. بتحب الأساتذة وحب الطلاب وحب رفقاتي وحب كان بيت كتير حلو. كانت أختي الكبيرة كل يوم بالزين وبالورد، يعني كأننا عايشين بجنة. هذا الفستان لسه أنا عندي إياه بالبيت، وقتها كان في عرس عمي. وقتها كنا رايحين بس كان في مشاكل. بعدين صارت الحرب هناك، بعدين نسيت كل شيء، نسيت النظارة. They started shooting gun and I saw a big bomb. It was scary. الثواني ما بتشوف الجسس صارت حواليك، هذا اللي طارت ايده وهذا اللي طارت اجره وهذا اللي طار راسه، ما بتعرف حالك وين صرت. ورفيقي حتى بالحرب خسرت رفيقتي اسماء، راحت فكرت هي القنبله طابها شلتها هيك طبتها على الارض وانها متفجره بيها وانها ميته. نركب سياره نوطح عشان ما حد يشوفنا. The most difficult part was sleeping on rocks and climbing up mountains and down mountains up and down. انبطحوا انبطحوا حبيبتي، ما تقدر ترد تنبطح ترد توقف، وداخت ووقعت وقالت روح معفون يموت. قلنا لها يا نموت كلنا سوا يا نعيش كلنا سوا. ليش لحتى بعدين انبطت لما ما خليني البسه بركي يعني بركي مثلا حدا كبرنا غلطنا بالبلا ما قتل وخرب المحتور معانا. هم مش مزبطينه، نفس بينا شوية. لكن حاسة أنا أمي نغرا يكون بلغ بس لجوا تبع صياد السمك شدنا على الشط. يمكن شي 50 كيلومتر هيك شي. أول نهار وصلت كنت أبكي، قلت لها أنا أمك نرجع على سوريا، فقالت لي أمي تهدى الأمور، عادين عادين استوعبنا إنه تهدى الطلب في سوريا ترجع. يعني وسبب هذا الشيء هن السياسيين. بدي لكم يا سياسيين بطلوا اللعبة هاي مشان نحن نرجع لوطننا، و مشان هالأطفال اليتامى يأمنوا مستقبلهم، نحن نأمن مستقبلنا.